ورحمة الله وبركاته، معاكم مرهان من اي سي ماركت. النهارده هنتكلم على مؤشر الاستوكاستيك. الاستوكاستيك من المؤشرات المهمه اللي ليها استخدام معين، وازاي نستخدمه في الاوامر المعلقه. ده اللي هتكلم فيه النهارده. اكدوا عليا بس ان الصوت تمام، الشير سكرين تمام، اكدوا عليا ان كل حاجه تمام. ممكن نستنى بس دقيقه قبل ما نتجمع. تمام. طيب احنا هنعمل ايه؟ السيشن دي هتكلم على استخدامات مؤشر الاستوكاستيك. الحسبه بتاعته مهمه عشان تفهم المؤشر ده ممكن يفيدك في ايه. احنا مش لازم نحفظ المعادله الرياضيه بتاعت كل مؤشر خالص، بالعكس انا كل ما باجي اشرحها بعمل ابديت عليها لان انا ما بستخدمهاش فخلاص، بس انا عارفه ان المؤشر ده حسبته في الاخر بعرف منها المؤشر ده مهم في ايه. لكل مؤشر، مش فكره ان مؤشر مومنتم فكلهم هيعملوا نفس الحاجه، لا، في مؤشر مومنتم بس احسن من مؤشر مومنتم تاني، فلو انت هتستخدمه في الدايفرجن لا يبقى ده احسن من ده، عشان بس المعادله بتاعتي شوف هو بيتكون من ايه واعتماده على ايه وبيركز عليه عشان تعرف هو اهتمامه انه يطلع ايه من التشارت. فكره الاوامر المعلقه وازاي احدد مناطق التداول عشان اعمل ميكس ما بين الاوامر المعلقه والاستوكاستيك. تمام. اللي ما يعرفنيش، انا نورهان مجدي، خريجه سياسه واقتصاد، يعني معايا سيتا وسيفتي، بدرس من 2013 بس في المجال من 2016. ده باختصار عني، يعني لو حد اول مره يحضر ممكن كده نبدا السيشن على طول، ولو حد عنده اي سؤال ممكن ممكن يبعت لي عادي. تمام. مؤشر الاستوكاستيك، هو اصلا الاستوكاستيك ده بلاقيه على الام تي 4 عادي جدا، عباره عن خطين وفي في بقى الميد رينج في النص اللي بنبدا نشتغل عليه. طب الخطين دول ايه؟ ما دام في خطين على اي مؤشر مش بس الاستوكاستيك هتعرف ان هو في خط سريع والخط البطيء، فلازم تعرف مين السريع ومين البطيء عشان السريع هو اللي بيقطع البطيء. تركز على التقاطعات، اي مؤشر اللي ما دام فيه خطين هتعرف ان معتمد على تقاطعات بشكل اساسي، فطبيعي في واحد اسرع من التاني. فده بيتكون من خطين، الفاست لاين اللي هو الكي والسلو لاين اللي هو الدي، بيديني اشارات ايه؟ هو كويس جدا في النطاق العرضي او الاتجاه العرضي، يعني لو انت حد بيتريد على النطاق العرضي ايا كان الرينج بتاعه كبير قليل، يبقى احسن مؤشر تبدا تاخد منه الاشارات هو الاستوكاستيك. فالاستوكاستيك بما انك في النطاق العرضي احسن استخدام ليه في النطاق العرضي، طب انا هعمل ايه؟ يبقى انا هستخدم اوامر معلقه لان المؤشر ده بيقول لي النطاق العرضي ده هيكسر الدعم ولا هيخترق المقاومه قبل ما الاسعار تعمل ده، قبل ما الاسعار تعمل ده. تمام. طيب هو مؤشر باوندد. تمام. اوسيليتور باوندد. باوندد يعني اول ما تسمع ان مؤشر باوندد يعني ليه حدود، حد ادنى وحد اقصى، يعني ما تلاقوش فوق ال 100، المؤشر بيتحرك فوق ال 100 او في السالب، مش زي الام سي دي. الام سي دي انباوندد. تمام. ايه اللي محتاجين نعرفه؟ الحسبه بتاعته. تمام. اهو انا مش كاتباها في السلايد لكن هقول لكم الحسبه بتاعته. ده الاستوكاستيك. الاستوكاستيك فيه هنا ثلاث ارقام. الاستوكاستيك هنا فيه ثلاث ارقام. الديفولت بتاع الام تي 4 5 3 3. تمام. يعني انت لو جبت انسرت انديكيتورز هتلاقيه في الاوسيليتورز، ستوكاستيك اوسيليتورز. تمام. ده كمان انا مغيره، يعني انا اقدر اغير او اقدر اغير. هقول لك تقدر تشتغل عليه ايه ازاي. هو الديفولت بتاعه انا اللي معدلاه، يعني الديفولت بتاعه 5 3 3، يعني هتلاقيه بالشكل ده، هتلاقيه بالشكل ده على المنصه عندك انت. انا بعمله على طول 9 5 3. طيب ممكن اعمله حاجه ثانيه، ممكن اعمله 14 7 3. الثلاثه ثابته، الثلاثه ثابته لان ده البطيء اللي هو الدي. انا انت عندك خطين. تمام. خطين دول ايه؟ الخطين دول الكي والدي. الكي هو اللبني اللي هو الفاست لاين، والدي السلو لاين.
الكي بيتحسب زي ليه معادله، هو اصلا قايم على ايه؟ يعني هو حسبته عايز يجيب لي ايه من على الشارت؟ عايز يجيب لي اغلاق الاسعار بالنسبه للهاي لو احنا في الاتجاه الصاعد، او اغلاق الاسعار بالنسبه للو ولو احنا في الاتجاه الهاي. يعني الكلوز فين؟ يعني اغلاق الاسعار فين من الهاي، او اغلاق الاسعار فين من اللو اذا كنت في اتجاه الصاعد او اتجاه الهاي. فبيهتم بالاغلاقات، تمام؟ فبيقول لك انت بتعمل ايه بالنسبه للهاي، وانت بتعمل ايه بالنسبه للو. طيب عشان كده لازم تاخد بالك ان هو مش مومنتم، يعني تاخد منه دايفرجنز. اه الكتاب بيقول لك ان انت تاخد منه دايفرجنز، لكن ما تقوليش انا هستخدم الاستوكاستيك عشان اخد منه دايفرجنز. مش هتلاقي، قليل لما تلاقي قليل. يعني هنا ده مش دايفرجنز، يعني ده مش واضح. تعالى احط مؤشر زي الار اس اي كده في الاوسيليتورز برضه، نقارن كده مقارنة سريعة. هنا برضو مش ظاهرة. ليه مش ظاهرة؟ لأن الـ RSI مديني إن أنت لازم تطلع فوق 70. طيب إيه المؤشر إن القراية دي اللي قاريها لي اللي هي فيها هبوط؟ تعالوا كده نجرب الـ MCD بقى اللي هو الـ Unbound بتاعنا. اهي الاستوكاستيك كان كويس اللي هو 9.53. تعالوا نبص على 5.33، كان اسرع. الفكره في السرعه، هتكلم انت تشتغل على ده ولا تشتغل على ده. واخدين بالكم من ال 5.33 في ويبسوس كتير، يعني تحركات كبيره. ده راسي شويه، ده اهدى شويه في التحركات. طب انا لو 14.73 اشمعنى الرقم ده انصاص؟ تمام، يعني ده 9.53، التاني 14.73، ممكن تعلي عن كده ممكن تعلي عن كده. طب ايه المعادله بتاعته؟ الثلاثه دي ثابته، الثلاثه دي السلو اللي بيقول لك ان هي ثلاثه موفينج افريج من اللي هو الفاست لاين اللي هو الكي. طب الكي اصلا بيتجاب منين؟ دي معادله الكلوز، الكلوز ناقص اللو سلو او اقل سعر على الاعلى سعر ناقص اقل سعر، هايست هاي ناقص لوست لو في 100. يعني الكي بجيبها من الكلوز ايه ناقص اللوست لو على الهايست هاي ناقص اللوست لو في 100. دي المعادله. هتبقى عارف ان هو عايز يجيب لك اغلاقات الاسعار بالنسبه للهاي واللو عامله ازاي، الهاي واللو عامله ازاي. يبقى عادي جدا. ليه مش مومنتم؟ ان عادي جدا ان مش معنى ان الاستوكاستيك راح لل 80 يبقى انت كده، يبقى انت كده لازم تلاقي هبوط. لا، ومش معنى ان هو راح لل 80 انت لازم تبيع. بيقول لك ان هو راح لل 80 عادي، ان ممكن الاسعار ما تعمليش هاي جديد وتبقى عند 80. ازاي؟ ان الكلوز بعيد عن الهاي في النص مثلا، فهتلاقيه محافظ عند 80، لكن مش هتلاقيه بينزل، مش هتلاقي ان في ضعف. فلو انت هتتعامل مع المومنتم بس، او انت عايز دايفرجنز عند مناطق تشبعات شرائيه وبيعيه، فمش هيكون الاستوكاستيك. الاستوكاستيك دي رولز موجوده في الكتب ان هو معمول لاتجاه النطاق العرضي. عايز اشوف الكلوز بين اعلى سعر واقل سعر موجود لو انت في النطاق العرضي، هو بيشوف الكلوز بالنسبه لاعلى سعر لو انت في اتجاه صاعد، والكلوز بالنسبه لاقل سعر لو انت في اتجاه هابط. طب في النطاق العرضي بيشوف الكلوز بالنسبه لاعلى سعر واقل سعر في نفس الوقت. فانت كده اكتر حساسيه ان انت تبقى عارف منه الاسعار هتروح تخترق المقاومه ولا تكسر الدعم. تمام، مؤشر الاستوكاستيك على عكس القوة النسبية بتاعنا اللي هو الار اس اي، يعني هو مش مومنتم، لان ممكن الاسعار تكون في مناطق الاوفر بوت 80 فيما فوق، ده اوفر بوت ومفيش صعود اصلا في الاسعار. عرفتوا بقى جاية منين؟ مش معنى ان هو فوق ال 80 يبقى انت لازم تلاقي قمم جديدة، لا، لان حسبة المؤشر الكلوز بالنسبة للاعلى سعر فين، يعني ممكن الاسعار تمشي كده. ده مثلا اعلى سعر، ده الهاي مثلا، الاسعار عامله هاي هنا. طيب وهنا بقى ده الكلوز، ده الكلوز، الاسعار ماشيه كده. هو بيقول لك بالنسبه لاعلى سعر. هنا المشيه دي ممكن تلاقيها في المؤشر نفسه، هنا ده ال 50 وده هنا ال 80، تلاقيه هنا فوق ال 80 اصلا وفوق ومكمل. مش معنى كده ان انت بالنسبة لك ان ده كده لازم يكون فيه هبوط بعد كده على المؤشر، لا.
لكن لو ده ضعف، لو الطلعه دي ضعف، مين هيبينها لي؟ مؤشرات المومنتم، مش ده. ده في ان انت تلاقي دايفرجنز، بس لو انت تتعامل معاه على اساس ان هو دايفرجنز بس، مش احسن حاجه. السيكولوجي بتاع المؤشر هو اغلاق الاسعار بالنسبه لاعلى سعر، واغلاق الاسعار بالنسبه لاقل سعر. طيب بعد كده استخدامته، الاستخدامات بتاعته، انا بسرع شويه عشان اوريكم العملي على المؤشر ده عامل ازاي. انا بستعمله، بستعمله، وده سيت اب موجود قدامي، بس طبعا مش في كل الاوقات ببص عليه، في اوقات معينه ببقى عارف انا الاستوكاستيك هو الوحيد اللي هيفيدني. في حاله التشبعات الشرائيه والبيعيه، دي كل المؤشرات ما دام انت عندك مؤشر باوندد يعني في 0% يبقى انت عندك مناطق تشبعات شرائيه ومناطق تشبعات بيعيه. حتى لو انت مش عارف الارقام، هات المؤشر نفسه، هات المؤشر نفسه هتلاقي الرقمين دول 20 80. لو جبت الار اس اي 30 70. لو جبت اي حاجه ليها من باوندد من 0% هتعرف ان الرقم ده دي مناطق تشبعات بيعيه، سوري شرائيه، ودي مناطق تشبعات بيعيه. بيقول لك التقاطع في حاله التشبع الشرائي، البيع لما البطيء، الخط البطيء بيقطع الخط السريع لأسفل، يعني السريع هو اللي بيقطع البطيء الأول. هنا ده اللي يقصده، إن هنا مثلا البطيء قطع ولكن أنت فوق الـ80. في حاجات مش عملية، يعني أنا هقول لكم كل الاستخدامات، لكن في حاجات عملية، في حاجات لا ما لا ما تاخدش بيها وما تمشيش بيها لأنك هتاخد ويبسوس كتير او فولس بريك كتير. فهنا بيقول لك ان السريع او البطيء بيقطع الاثنين بيقطعوا بعض فوق الـ80 ويبداوا يعملوا يوتيرن، ده كده يبقى بيع. في حاله التشبع البيعي، ان الشراء لما تقطع او البطيء يقطع السريع، او السريع هو اللي بيقطع البطيء الاول، لكن انت تحت الزيرو، انت تحت ال20 قصدي، فانت هتطلع بعد كده السريع هو اللي هيقطع. يعني مين اللي بيقطع الاول؟ البطيء. تمام. طب مين اللي انا باخد منه الاكشن؟ السريع لما يقطع ويطلع فوق ال20، يطلع فوق ال20 يبقى انت مناطق الشراء دي في النطاق العرضي كويسه. تمام. بس ليها شروط بالنسبه لي. هقول الاستخدامات دي من الاستخدامات المهمه، لكن هوريكم تستخدموها ازاي. هنا ده نطاق عرضي، تمام، على الاستوكاستيك. دي مناطق تشبعات الشرائيه، دي مناطق تشبعات البيعيه، هستخدمه ازاي في سايد واي. ده الاساسي التطبيق العملي على الاستوكاستيك. طيب في الدايفرجنز، المؤشر في حاله التشبعات الشرائيه والبيعيه، لو انت لقيت حاجه باوندد فهتبقى لازم يبقى التشبعات او الدايفرجنز السلبي او الدايفرجنز اللي بيقول لك بيع، يبقى لازم يبقى فوق الـ80 او القمه وتاني قمه تحت الـ80 او فوق الـ80 بحاجه بسيطه، لكن معديه الاولانيه. دي في كل المؤشرات، دي موجوده في كل المؤشرات. الار اس اي كل حاجه فيها مؤشر باوندد من 0 ل 100، يبقى انت بتتعامل مع 70 مناطق تشبعات شرائيه، مع 30 مناطق تشبعات بيعيه، والدايفرجنز نفس الكلام. اول قمه هو بس بيبقى حاكمني في حاجه زي كده، لكن احسن دايفرجنس تاخده في المؤشرات المومنتم، لكن الانباوندد، الانباوندد الصوت بيروح ويجي. ممكن يبقى النت عندك، يعني لو المنصه عندي ما فصلتش يبقى النت ستيبل. تمام. طيب استخداماته في الدايفرجنس، تمام، مفيده بالنسبه لي؟ لا، يعني انا لو عايزه ابص على القرايه بتاعه صعود الاسعار مرئيه ولا لا، عمري ما هجيب الاستوكاستيك، عمري ما هجيب الاستوكاستيك. لكن الكتب بتقول لك تمام ممكن تستخدمها، لكن انت لو انت احنا ده معمول ليه؟ يعني مثلا كل الاستخدامات دي، مع ان ما ده ملوش لازمه، لانه وقتها مش لازم كانت كل المؤشرات طلعت. تمام. يعني مثلا مش وقت الاستوكاستيك كل واحد بيتعامل على ان الاستوكاستيك ده هو الاساس، هو ده اللي هقدر اجيب منه كل حاجه. لكن في الحقيقه ان انت لما تلاقي ان انت معاك كذا مؤشر، فبتقدر تشوف ده هيفيدني في كذا، ده احسن في كذا، ده لا هسيبني منه في حاجه زي كده، والموضوع بيبقى ماشي كده. لكن تعرف تاخد منه دايفرجنز؟
لكن مش احسن حاجه. الدايفرجنز ما دام وصلنا لل 80، ال 80 بالنسبه لك ده كده، يبقى انت مناط تبعات شرعيه، يبقى ممكن الاسعار تبقى عامله قمه اعلى من قمه، لكن دي مش مقريه. مش مقريه ازاي؟ ان اول قمه معموله فوق ال 80، تاني قمه معموله تحت ال 80، ده كده يقول لك ان في دايفرجنز. بس زي ما قلت لكم، لو انتوا بتدوروا على القرايه اما تبصوش على الاستوكاستيك. تمام، الاستوكاستيك ليه مهمه معينه، هو معمول عشانها اصلا. تداول التقاطعات، التقاطع ده في اي حاجه مش متقيد بالاوفر بوت والاوفر سولد. يعني ايه؟ بيقول لك ان انت لو لقيت مثلا عند ال 40، عند ال 40 ان المؤشر قطع الخط السريع قطع البطيء لاعلى، خد شير. لو انت عند 60 لقيت ان السريع قطع البطيء لتحت، يبقى خد بيع من اي مكان. هي قايمه على التقاطعات، مجرد التقاطعات دي مش مفيده نهائي. يعني ما تستخدمش الاستوكاستيك عشان ان انت تاخد الخط السريع قطع الخط البطيء من اي مكان على المؤشر. عندك من 0 ل 100 بتتعامل معاهم، اي رقم او اي نسبه يبدا في تقاطع تاخدها، دي مش حاجه عمليه. يبقى عندك دايفرجنز هو كويس بس مش احسن حاجه، مش افضل حاجه. تداول تقاطعات دي تكنيك من استخدامات المؤشر، لكن مش مفيده وهتخسرك لو اعتمدت عليها. اول حاجه اللي احنا خدناها دي المفيده، ودي اللي انا هطبق عليها. اهو بيدي دايفرجنز، بيدي هو بيدي دايفرجنز بس مش احسن حاجه. في اوقات كتير أو ممكن مش ما يكونش قاريها اصلا. يعني اللي انت بتبقى مستنيها مثلا القمه اعلى من القمه، انت شايف ان هي فيها مشكله او انت عايز تاكيد، ممكن هنا ما يكونش قاريها وقتها، هنا ما يكونش قاريها، وممكن يبقى قاريها. يعني وممكن يبقى قاريها ما دام موجود تكنيك اسمه دايفرجنز على المؤشر، يبقى هو بيقراها لكن مش دايما بيقراها. دي بقى مجرد التقاطعات فقط، دي فكره اللي هو التقاطعات في اي مكان. تمام، هنا ده تقاطع حصل، تقاطع 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 تقاطع، يعني هنا تقاطع وخلاني اشتري، راح جاي الاسعار نزلت، هنا تقاطع خلاني اشتري، هنا المفروض تقاطع، وهنا كل اي تقاطع. التكنيك ده بيقول لك ان اي تقاطع على المؤشر للفاست لاين والسلو لاين خلاص كده ادخل تريد. يعني لو الخط السريع قطع البطيء الاعلى، اللبني ده قطع الاحمر الاعلى، شر. لو اللبني قطع الاحمر لتحت، يبقى بيع من اي مكان. التداول في اتجاه واحد دي مهمه جدا جدا جدا، دي من الحاجات اللي بستخدمها. طب ايه بقى التداول في اتجاه واحد ده؟ بيقول لك انت في اتجاه الصاعد، هو دايما برضو المؤشر تقدر تاخد منه اتجاه قبل ما تبص على الشارت نفسه او الاسعار. بس لو انتوا هتبصوا على كده، مين احسن واحد؟ اللي شرحتها دي، شرحتها اللي قلت لكم المؤشر ده مرايه، مرايه الاسعار حرفيا. الار اس اي يعني المؤشر ده ممكن اخد منه اتجاه. اي مؤشر باوندد من 0 ل 100 وبيتعامل مع مناطق تبعات شرعيه، مناطق تبعات شرعيه، مناطق تبعات بيعيه، تقدر تاخد منه اتجاه. اللي هو لو الاسعار اهي، لو المؤشر نفسه ماشي ما بين الميد رينج خط المنتصف والاوفر سول، تعرف ان انت في اتجاه هابط. لو المؤشر ماشي ما بين الاوفر بوت والميد رينج، يبقى انت في اتجاه صاعد. تمام، لو انت ماشي ما بين الاوفر بوت والاوفر سول، يبقى انت في نطاق عرضي او في اتجاه عرضي. تمام، لكن لو انت هتبص او انت بتستخدم الاستوكاستيك عشان تاخد تبص على اتجاه السوق قبل ما تبص على التشارت، يبقى ده مش احسن واحد. احسن واحد هو الار اس اي، لانه حرفيا مرايه لتحركات الاسعار. زي هنا كده، ده هنا ملخبطك شويه. طب ما ده اتجاه هابط، اتجاه هابط اهو، في نفس الوقت الاسعار عماله تطلع الاوفر بوت، فانا يعني ده سايد واي ولا ده اتجاه هابط ولا ايه بالظبط؟ فهنا هيلخبطك، مفيش يعني معلومه مفيده. تمام، طب ايه بقى فكره الاتجاه الواحد؟ الاتجاه الواحد زي الدولار ين، مفيد جدا. اللي هو ايه؟ هشيل ده كده وهوريكم. في الاتجاه الواحد المفروض ان الاسعار لو ماشيه في اتجاه صاعد، فانت ماشي ما بين الميد رينج وبين الاوفر بوت اهي.
وده هنا 9 5 3، هقول لكم هجيب لكم 5 3 3 وهجيب لكم ال 14 7 3 عشان تشوفوا ايه المفيد في اي تايم فريم تستخدموه. المهم ان هنا بيقول لك لو الاستوكاستيك مش الفتره طويله ما بين الاوفر بوت والميد رينج، ومره واحده نزل، مش مره واحده شرب، لا مش شرب شرب عادي ينزل كده زجزاج حتى عادي مفيش مشكله، ان هو نزل للاوفر سولد، فده الرد من الاوفر سولد والطلوع منها بيقول لك ان ده كان كوركشن عميق في السوق ودي فرصه شراء، ده قاع. دي الاتجاه الواحد، يعني فعلا عمل كده على الدولارين. اه طب عمل كده على الدولارين. طيب تاني، لما تلاقوا المؤشر ماشي ما بين الاوفر بوت والميد رينج لفتره، تمام مش لازم مده معينه بس الفتره، مش طالع نازل مش طالع نازل، تمام ماشي الفتره ما بين الميد رينج والاوفر بوت، لما ينزل للاوفر سولد ويرد منها، مش ينزل ويقعد فيها، يعني مش ينزل يعمل كده عشان بس في فرق، مش ينزل ويعمل كده تروح جاي هنا شاري غلط، لا لما يروح للاوفر سولد ويرد منها يطلع الاثنين يطلع. ليه الاثنين يطلع؟ لان مين السريع؟ الخط اللبني السريع ممكن يطلع لكن البطيء ممكن يبقى تحت، فده يقول لك ان لا ممكن اسعار المؤشر ينزل ثاني تحت، تمام لازم الاثنين يطلعوا من الاوفر سولد، تعرف ان ده النزله دي مش تغيير اتجاه ولا حاجه، النزله دي كان كوركشن عميق بالنسبه للاسعار اللي كانت بتطلع وهيبدا تاني. طب بصوا هنا بقى الدولارين بيعمل ايه، كان ماشي نفس الموضوع برضو، ماشي الفترة ما بين الميد رينج والأوفر بوت ورايح هنا رايح للأوفر سولد. هل بقى الاثنين هيروح للأوفر سولد ويردوا يبقى النازلة دي ده القاع والأسعار تطلع تعمل قمة جديدة؟ طب هو لازم إن الأسعار تروح تعمل قمة جديدة؟ لا، على حسب بقى، على حسب إيه؟ المفروض إن أنت مستني إيه؟ دي رولز، تمام؟ هنا بيقول لك إن ده كوركشن عميق او تصحيحه كبيره، وعلى فكره دي ما بتبانش على الفريمات الصغيره اللي انا بقوله ده، ما بيبانش على الفريمات الصغيره، عندك ديلي وويكلي احسن حاجه عشان ما تلخبطش نفسك، ديلي وويكلي احسن حاجه في حته اللي هو التداول في اتجاه واحد على الاستوكاستيك. طب تعرف منين بقى ان السوق فعلا بيحضر لتغيير اتجاه؟ لما ينزل للاوفر سولد ويرد منها لكن يجي عند الميد رينج ويقابل سقف كده عنده ويبدأ يلف، اللفه دي هتحصل هنا قبل ما تحصل على الاسعار، هتعرف ان الاسعار بتغير الاتجاه، ان النازله دي هيطلع حاجه بسيطه وينزل يغير الاتجاه، تمام ودي حاجه مفيده في السايد واي دي اللي اصلا هتكلم فيها، فدي تنفع بقى للناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه اللي هي العكس، اللي الاسعار تبقى اصلا في اتجاه هابط وماشيه ما بين الميد رينج والاوفر سولد كتير لمدة، ومرة واحدة تطلع للأوفر بوت، لما تطلع الأوفر بوت وتنزل منها الاثنين ينزلوا، بس أهم حاجة الاثنين ينزلوا أو الاثنين يطلعوا من يعني اثنين طلعوا لل 80 ينزلوا من 80 كده، ده البيك، قال لك البيك وتبدأ تكمل الاتجاه الهابط بتاعك تاني عادي خالص. احنا ممكن نبص على مثال، يعني لو في أكيد مش الدولار الكندي، أو خلينا نبص الاستوكاستيك. طبعا انتوا عارفين ان الميد رينج دايما بيتعامل معامله الدعوم والمقاومات، يعني ايه؟ يعني هنا بيبقى دعم، لو اتجاه صاعد بيبقى دعم هنا والارتداد وتبدا تكمل. المهم البطيء ولا السريع؟ البطيء هو الاهم على فكره، الخط الاحمر ده الاهم، لان يعني السريع سريع سريع ممكن يعمل فولس بريك، خلي ان البطيء ده كانه الفلتر بتاع السريع، الفلتر بتاع السريع، تمام؟ يعني ما تقولش ده هنا الخط اللبني اللي هو الفاست لاين كسر ال 50 فانا لا يبقى تغيير للاتجاه، لا بص الاحمر بيعمل ايه؟ بص البطيء بيعمل ايه؟ المهم ان هو بيتعامل معامله الدعم، وفي في الاتجاه الهابط بيتعامل معامله المقاومه. انا عايزه اوريكم مثال في الاتجاه الهابط،
وعلى فكرة ما بتبانش كتير، خدوا بالكم ان دي مش موجود، يعني مش لازم الاستوكاستيك طول الوقت بيديها لك، بس هي مهمة، هي بصراحة مهمة. مثلا دي اهي، بصوا اتجاه هابط، الاستوكاستيك ماشي ما بين الميد رينج والاوفرسولد، المره اللي راح فيها للاوفربوت ونزل منها، اهم حاجه بس ينزل منها، ينزل من ال 80، يبقى دي البيك، ده اللي اقصده يعني، ده يبقى دي البيك والاسعار تكمل تاني. ماشي، برضه دي نفس الكلام، واخدين بالكم اهي اهي، ده صاعد يعني، بصوا النازله دي نازله قويه، بس خدوا بالكم ان الاسعار بعد كده غيرت اتجاهها. يعني ايه؟ يعني ايه غيرت اتجاهها؟ عرفت منين ان هي غيرت اتجاهها من الاستوكاست؟ يعني ايه؟ يعني المفروض ان هي نزلت وراحت الاوفر سولد ولفت وطلعت، خلاص بقى تطلع للاوفر بوت وتنزل تاني للميد رينج، معنى ان هو يروح للاوفر بوت، بعد كده ينزل اوفر سول، بعد كده اوفر بوت، يبقى قلب اتجاه عرضي. تمام، الاستوكاستيك ممتاز في النطاق العرضي على اي تايم فريم، على اي تايم فريم. تمام، هتكلم فيها. ماله الار اس اي؟ تمام، انا كده اللي شفت الرساله متاخره يعني. تمام، يبقى التداول في الاتجاه الواحد لما نكون في اتجاه صاعد، الشراء لما المؤشر يوصل للتشبع البيعي. تمام، وطبعا ما تبيعش لما يوصل للتشبع الشرائي. ليه؟ ليه ما تبيعش؟ ما تبيعش عشان انت اصلا في اتجاه صاعد. تمام، طبعا الميد رينج بتاعك اللي هو الـ50 بيعامل معاملة الدوام والمقاومات، وبرضه بتحط له فلتر، تحط له لو انت في اتجاه صاعد يبقى انت تحط له 50 40، لو انت في اتجاه هابط حط له 50 60. اهو ده برضو مثال حلو جدا اهو، كانت الاسعار بقالها كتير في اتجاه هابط. تمام، لما راح للاوفر بوت بقاله كتير ما راحش للاوفر بوت، فدي بتبقى اشاره بيع، يبقى ده البيك، ده بيكون البيك. تمام، وده في الاسبوعي هو نفس الفكره، هو نفس الفكره بس هي على الفيرمات الكبيره. يعني دي مش محدد، سوري، دي مش محدد تايم فريم، لكن هما الاثنين نفس التكنيك، لكن استخدموا على الديلي والويكلي بشكل كبير جدا. طبعا احنا مش بنشوف على المونثلي قوي، لكن الديلي والويكلي من الحاجات اللي الاستوكاستيك حلو فيها في دي. طيب الاستوكاستيك حلو في ايه تاني؟ وفكره الاوامر المعلقه بتاعتنا نستخدمها ازاي؟ دي كلها امثله. تمام، طيب نستخدم بقى الاستوكاستيك في النطاق العرضي ازاي؟ وايه فكره الاوامر المعلقه؟ انت عندك اربع اوامر معلقين، في اتنين تانيين على الام تي 5 بس انا مش شايف ليهم اي اهميه خالص. الأربعة الأساسيين بتوعنا اللي هو الباي ستوب، السيل ستوب، الباي ليميت، السيل ليميت، حد عنده مشكلة فيها؟ فكرة الأوامر المعلقة إن أنت مش بتبيع من الأسعار الحالية، لأ، أنت بتستنى الأسعار لما تروح لمناطق معينة وبعد كده تبدأ تبيع أو تبدأ تشتري. طب إيه بقى لازمة الاستوكاستيك في حاجة زي كده؟ أحسن أصلا فكر أحسن استخدام للأوامر المعلقة أساسا في النطاق العربي أساسا، أو أنت ليه هتحط او انت ليه هتحط امر معلق في اتجاه صاعد اساسا، وليه هتحط امر معلق في اتجاه هابط؟ لا، انت بتحط النطاق الاوامر المعلقه في النطاق العرضي، انت مش عارف هو هيخرج من انهي ناحيه، فانت هتحط عشان انت عارف ان بعد اول ما يخرج من النطاق العرضي ده هيكون بقوه شرائيه كبيره او قوه بيعيه كبيره، فبتبدا تتعامل على الاساس ده. تعالوا كده نشوف مين اللي كان ده في الاتجاهات. طيب هو ده مفيد في حاجه، اللي هو ايه؟ انت كان عندك هنا على الذهب نطاق عرضي، حد كان عارف ان هو هينزل يكسر الذهب؟ الاسعار باينه،
طب مين بين لك اكتر؟ النطاق العرضي بتعرفه منين؟ دعم ومقاومه، لو ساعات بتروح للدعم وتروح للمقاومه، للدعم والمقاومه وهكذا. والله لو السايد واي اللي انت فيه بدا يعمل لك قمم سعريه اقل، تعرف ان هو بيضغط على الدعم وهيتكسر. لو بيعمل لك قاعان اعلى يبقى بيضغط على المقاومه وهيتم اختراقه. طيب هو هيفيدني في ايه؟ لازم تبقى عارف ان انت في الاتجاه العرضي او النطاق العرضي الاستوكاستيك مفيد. ليه؟ تقدر تبص على القمم وتقدر تبص على القاعان. هو اصلا بيحدد لك القمم والقاعان. يعني ايه؟ يعني القمه دي انت كنت عارف ان دي هي القمه؟ لا، انت ما كنتش عارف ان دي القمه. هنا الاسعار طلعت كده، الاسعار طلعت، انت متخيل ان الاسعار هتوصل هنا، تمام؟ الاسعار هتوصل هنا، لكن دي القمه دي مين بينها لك؟ الاستوكاستيك قال لك ان دي قمه، على فكره ان دي قمه في النطاق العرضي والاسعار مش هتطلع هنا، ما تستناهاش هنا، دي قمه والاسعار بتاعها مقاومه سعريه اقل. المفروض ان انت في النطاق العرضي الرولز بتاعتك على الاستوكاستيك بتروح للاوفر بوت وتروح للاوفر سولد. طب ابيع منين واشتري منين؟ هنا دي هو ده مش بيور شويه، بس خليني احط كده أربعتاشر. تستخدموش خمسة تلاتة تلاتة ليه؟ والله لو انت حد سكالبنج يستخدمه خمسة تلاتة تلاتة، حد بتتعامل مع فريمات 5 دقايق ولا ربع ساعة ونص ساعة، استخدم خمسة تلاتة تلاتة. لكن لو انت بتستخدم الفريمات اللي هي الطبيعية ساعة ولا 4 ساعات، 9 5 3. لو انت فريم أكبر بتبص على الويكلي، أفضل ان هو يكون 14 7 3. ليه؟ كبر النطاق شوية. عشان ايه؟ عشان تقلل التحركات جوه الاستوكاستيك. بصوا الفرق، تمام؟ في فرق. طيب في كان مثال برضو على النيوزيلندي كان ديلي، بصوا ده 5 3. اهم حاجه 3 ما تتغيرش، ده الاساس. 3 الاخيره دي ثابته ما بتتغيرش، انت كده تبقى غيرت الديفولت اصلا بتاع المؤشر كله. هنا اسرع، تحركات سريعه شويه، بس ما غيرليش حاجه. يعني هنا ما ادانيش حاجه وهنا اداني حاجه تانية، لا، بس ده رتمه اقل شويه، بطيء شويه، ده سريع شويه في التحركات. فانت لو انت على فريم كبير زي الويكلي التحركات، بص فرق حاجه بسيطه. اهم حاجه بص بقى الفرق بين لو جبنا 9 5 3 5 3 3، انتوا فاهمين هنا حاجه؟ مش فاهمين اي حاجه، تمام؟ انت شايف مؤشر طالع نازل طالع نازل، انت مش عارف تاخد منه حاجه. فرق شاسع، فرق شاسع في التحركات، تمام؟ فده مش مفيد بالنسبه لي لو انت بتتعامل على فرمات الاربع ساعات فيما فوق، والساعه برضه 9 5 3 تمام. اما الفرمات القليله قلل عدد الايام عشان تعرف تاخد تريدات كويسه. طب لو انت في نطاق عرضي، نطاق عرضي، فانت لو انت في اتجاه واضح مش هيبقى مفيد بالنسبه لك الاستوكاستيك، مش هيبقى مفيد. يبقى مفيد امتى؟ في حاله الكيس الوحيده اللي انا قلتها، لو الاسعار او المؤشر ماشي ما بين الميد رينج والاوفر سولد بقاله كتير، واول مره يروح للاوفر بوت، يبقى انت ده البيك. طيب لو انت هنا سايد واي، ده سايد واي اهو، ده ويكي، تمام؟ بين لك القمم والقاعان. على فكره خد بالك ان دي مش ثابته، يعني ده مش مقاومه ثابته وهنا مش دعم ثابت. هنا دي المقاومه اهي، بعد كده عمل مقاومه اقل، بعد كده عمل مقاومه اقل، وهنا ده دعم وهنا ده الدعم، ده السايد واي، وهنا برده كان في دعم. بصوا السايد واي متفرع ازاي. طيب الاستوكاستيك بقى ممكن نبص على اي واحد عادي، مش مشكله. الاوفر بوت هنا، وهو برضو كان جاي من سايد واي على فكرة اهو، عشان بس اوريكم هو بيعرف لي فكرة القمم والقاعان في السايد واي، وبيعرفني كمان هخرج منين من السايد واي اهو. ده كمان اهو، لو انت في سايد واي هتلاقي ان المؤشر على اي تايم فريم، على اي تايم فريم، مش بس ويكلي،
معاك 5 دقايق كمان، هتلاقي ان المؤشر ما بيمشي ما بين الاوفربوت والاوفر سولد. اوفربوت واوفر سولد استغله في ايه؟ استغله ان لما الاسعار او سوري المؤشر نفسه طلع عند ال 80 لازم يلف وينزل، لازم الاثنين يلفوا ينزلوا من 80، تعرف ان ده البيك، تعرف ان ده البيك حتى لو الاسعار مش ما راحتش تلمس المقاومه، تعرف ان البيك اللي اتعمل اقل من المقاومه اللي انت كنت مستنيها، بس ده اكشوالي ده البيك، يعني هو عرفك البيك. احنا انت مش تبقى عارف لو انت مش مستخدم الاستوكاستيك، لا انت مستني الاسعار هنا، انت مستني الاسعار هنا، تمام؟ هنحطها عند جسم الشمع اهي، انت مستني الاسعار هنا، انت هتبقى عارف ان المقاومه دي هنا او القمه بتاعت السايد واي هتبقى هنا، لا انت مش عارف، انت هتبقى كل ده مستني يلمس هنا عشان تبيع، لكن هو هنا وريهالك، هنا السايد واي على الاستوكاستيك وريهالك، وريهالك لما الاثنين طلعوا فوق ال 80، الاثنين طلعوا فوق ال 80، بس مش مجرد ما يطلعوا فوق ال 80 تبيع، لا. ليه؟ لان ممكن يطلع فوق ال 80، فين الكروس اهي اهي، ممكن يطلع فوق ال 80 ويمشي كده. انتوا عارفين لو طلع فوق ال 80 مش كده، هي اصلا الاسعار اساسا بتحضر الاختراق وهتكمل في اتجاه صعب، فعشان تاخد دي وانت مطمن وتعرف ان دي فعلا البيك بتاعت النطاق العرضي، لازم الاثنين يلفوا من ال 80 وينزلوا، اول ما ينزلوا ال 80 الاثنين مع بعض وتحت، مش اول ما يروح عند ال 20 تشتري، بس اول ما يطلعوا الاثنين من ال 20 اشتري. هنا بقى تعالوا كده، هبص على الاستوكاستيك، ماشي؟ الاستوكاستيك طلع من ال 20 هنا، نزل من ال 80، الاستوكاستيك هنا نزل من ال 80، الاستوكاستيك هنا طلع من ال 20، ده سايد واي كله، الاستوكاستيك نزل من ال 80. انا مش بص على الاسعار على فكره، انا ما مش بص فوق بيعمل ايه، انا لسه هشوف، تمام؟ اهو ده الاستوكاستيك الدهوني، اداني القمم والقاعان بتاعت السايد واي. تعالوا بقى نشوف هنا ده قاع اهو. طب افرض ان الاسعار هنا وجايه نازله كده، اتقلق؟ لا، مدام ده طلع فوق الميد رينج، ده طلع فوق الميد رينج، ما تقلقش خلاص. هنا البيك نزل، نزل فعلا الاسعار نزلت على طول. هنا ده هنا البوتوم، هنا ده البيك، كان مفيد بالنسبه لكم؟ طيب اعرف منين بقى ان السايد واي ده هيتكسر؟ اعرف منين ان السايد واي ده هيتكسر، هيكسر الدعم او هيخترق المقاومه؟ هعرف من الاستوكاستيك، مش هعرفه من الاسعار. والله لو الاسعار بدات تعمل لك قمه اقل هعرف، تمام؟ عشان ما نبقى واضحين برضو. اما امتى يبقى الاسعار ما بتعمليش اي حاجه وتعرف من هنا ان الاسعار هتكسر الدعم؟ لو وصلت عند الميد رينج، انت دلوقتي لما نطلع من الاوفر سولد انت مستني ايه؟ الاسعار تروح للميد رينج، المؤشر يروح للميد رينج، المؤشر يروح للاوفر بوت، عفوا من الاوفر سولد للاوفر بوت، ده طبيعي، دي اللي رول في السايد واي. طب امتى اعرف ان في مشكله؟ اعرف ان في مشكله لو المؤشر راح للميد رينج وبدا يلف يعمل يوتيرن وينزل تاني للاوفر سولد، لو عمل كده تعرف ان السايد واي بتاعك ده هيتم كسر الدعم بتاعك وهنخرج من السايد واي لاسفل، تمام؟ فدي حاجه. ممكن كان في بقى تقريبا او المثال ده هنا اهو، سايد واي، سايد واي كتير، ده على الذهب، ده على فريم الاربع سايد اهو. عرفت منين ان ده هيتكسر؟ ده سايد واي اهو، تمام؟ وهو كان جاي من سايد واي اصلا، ده كله سايد واي، ده مش اتجاه هابط، ده مش اتجاه هابط. طيب هنا لما في الطلعه دي، بصوا الاسعار هنا سايد واي، بصوا الاسعار الاستوكاستيك هنا بيعمل ايه؟ من الميد رينج للاوفر سولد، او طلع من الاوفر سولد او الميد رينج وما قدرش يطلع للاوفر بوت، دي كده علامه يقول لك ان الاسعار هتكسر الدعم، دي كده كفيله ان تقول لك ان السايد واي ده هيكسر الدعم، وقتها دي لازمه الاوامر المعلقه. انت مش عايز تاخد الريسك ده، تعمل ايه؟ امر معلق، تعمل امر معلق هنا تحت الدعم،
بنسميه باي ستوب، سيل ستوب، بنسميه سيل ستوب. تمام، ان اسعار لما تنزل هتكسر تفعل اوردر البيع، سيل ستوب. طيب لو كان العكس في السايد بي ده، ولقيت ان الستوكاستيك نفسه بدا يمشي بين الميد رينج والاوفر بوت، تعرف وانت سايد بي تعرف ان الاسعار بتحضر لاختراق المقام، ممكن تعمل وقتها الباي ستوب عشان انت مش عايز تجريد في ده. طيب ده مفيد في ايه تاني؟ حتى لو موضوع متذبذب على فكره، حتى لو الاسعار فيها تذبذب، الاستوكاستيك هياكد لك ان فعلا التذبذب ده هينتهي بكسر في نفس الموضوع برضه. ده سايد واي كبير، تمام، ده سايد واي كبير على فكره اهو على الذهب. تمام، ده سايد واي كبير. طيب هو كان بيعمل ايه؟ وراني القمه ووراني كمان الكسر. يعني بصوا لما الاسعار كانت بتعمل اتجاه صاعد جوه سايد واي كبير جدا، الرينج بتاعه كبير، كان هنا بيكسر لك، كان هنا بيكسر لك الميد رينج، يعني انت نازل. طب رحت للاوفر سولد فود خلاص، يبقى انت هتطلع هنا تاني. لا، جه هنا عمل لك ميد رينج مقاومه، ويبقى دي كده مساله وقت هتتكسر تاني. تمام، برجع تاني بقى للتذبذب بتاعه اللي هو السايد واي. طب هنا اعمل ايه حاليا؟ اعمل ايه؟ والله طول ما هو فوق الميد رينج فاقرب ان احنا نطلع تاني، فوق الميد رينج اقرب ان احنا نطلع تاني. طب كسر الميد رينج ونزل الاوفر سولد، لا يبقى الاسعار نازله للدعم بتاعها تاني بتاع سايد واي، بتاع سايد واي كبير اللي هو غالبا هيبقى باين على الديلي اهو. تمام، ده هنا واضح بشكل كبير. يعني اهم حاجه ان السايد واي اللي انت بتشتغل عليه من خلال الاستوكاستيك مش اول ما يروح للاوفر سولد، لا لازم يطلع من الاوفر سولد، مش اول ما يروح لل 80 لازم ينزل من 80، لازم ينزل عشان بس ده تتفادى دي كده، تتفادى الحته دي كده. تمام، ده ده على النيوزيلندي دولار، ده سايد واي، دي كانت سايد واي على الويكلي، بصوا دي مش سايد واي على الويكلي بس في الاخر عمل ايه وهو بيمشي سايد واي. دي كده مهمه جدا، دي اخر طلعه، دي قال لك، ده قال لك ان دي اخر طلعه، دي اخر طلعه في النيوزيلندي على الويكلي. طيب مثال سايد واي اهو، تمام، ده نطاق عرضي، بس هي الفكره ان هو بيبين لك القمم والقاعين. يعني انت المفروض لما الاسعار نازله من هنا انت مستنيها هنا عند القاع ده او الدعم ده، لا هو باين لك القاع اعلى، باينها لك من هنا. تمام، باين لك القمه، باين لك القاع اهو هنا، بصوا دي حتى دي باينها لك اللي هي قاع اعلى. يعني لو انت بايع هتعرف ان الاسعار مش هتنزل دي اللي هنا، لا الاسعار هتطلع من هنا عشان هو باينها لك. تمام لحد دلوقتي. طب كده ايه؟ النيوزيلندي ين على الديلي كده هو باين لك، كده هو باين لك القمه اللي هي دي. نزل من الزيرو من 80 بس هو بيلف تاني، يعني دول نزول واضحين، ده نزول واضح، ده نزول واضح. اللفه دي بيقول لك لا بس استنى شويه، يعني اللفه دي بيقول لك استنى شويه بس. اما السايد واي بالنسبه للاوامر المعلقه عندي الامرين المهمين اللي هو الباي ستوب والسيل ستوب. في السايد واي هتعرف الكسر اللي جاي فين من خلال الاستوكاستيك، فتبدا تعمل اوامر معلقه. حتى لو في الاخبار بتعمل نفس الموضوع في الاوامر المعلقه، الاوامر المعلقه مهمتها في السايد واي، يعني ما بشوفهاش في الاتجاه الصاعد ولا بشوفها في الاتجاه الهابط، ما بشتغلش عليها. تمام، قولي لي لو حد عنده سؤال، قولوا لي لو حد كده عنده سؤال. يبقى اهم حاجتين في الاستوكاستيك
لو انت حد بيتريد على السايد واي يبقى اللي هيشتغل معاك كويس هو الاستوكاستيك، هيبين لك القمم والقاعان كويس جدا. طب لو انت بتتعامل مع الفورمات الكبيره وعايز تشوف فكره الاتجاه الواحد برضو هيكون الاستوكاستيك مهم. واعتقد ما فيش حد برضو بيديني الاوبشن ده في الام سي دي، في الام سي دي بس في حاله بس اللي هي لما الام سي دي ينزل عند الزيرو. والله لو نزل عند الزيرو بدأ يلف يبقى ده القاع بتاع الاتجاه ستارت والاسعار هتكمل. لكن انتوا شايفين ايه؟ شايفين دلوقتي ان الام سي دي اصلا بعيد عن الزيرو، يبقى مش هيكون مفيد في الحته اللي انا عايزاها. عايز اشوف القاع امتى في الاتجاه الصاعد، القاع امتى؟ فده اللي خلاص اقرب، ده بالنسبه لي اقرب واهم. يعني دي شغلانته، يعني دي الاستوكاستيك حلو جدا في المنطقه دي او في المناطق دي. تمام، ده هنا بقاله كتير قوي، شوفوا بقاله قد ايه ماشي ما بين الميد رينج والاوفر بوت من ده ويكلي من 2021، من أول سنة 2021، ومن وقتها وهو فوق. بصوا هنا الميد رينج بيعامل معاملة الدعم، الدعم هنا دعم، هنا اداني الدعم حتى في النازلة بتاعت الدولار ين دي اداني الدعم، وهو هنا لسه. تمام، فالاثنين كده بتربط الاثنين ببعض. يعني ايه؟ والله لو الاستوكاستيك نزل الاوفر سول الاوفر الميد رينج هنا وبدا يلف ويطلع، وهنا عندي راح للاوفر سول وبدا يلف ويطلع، تعرف ان هنا ده القاع اللي بيتعمل على دولار ين وهيكمل صعود تاني. تمام، قولوا لي لو حد عنده اي سؤال. عندنا برضه سيشن الاسبوع الجاي الساعه 7 بتوقيت القاهره يوم الخميس، هقول لكم على الجدول ان شاء الله مع بدايه الاسبوع الجاي. أنا معاكم دقيقة لو حد عنده سؤال. برضه ده على نيوزيلندي نفس الموضوع أهي، ده سايد واي القمم والقاعين، القمم والقاعين. خلاص بقى أنا مستنياه عند القمة تاني أو عند التمانين، لقيته هنا بيعمل إيه؟ ميد رينج. فهنا قال لي خلاص هنا ده بيكسر، فممكن نعمل هنا ايه؟ ستيل ستوب. طيب برضو في حاجة، آخر حاجة هتكلم فيها، بقاله كتير ما بين الميد رينج والأوفر سولد، أول مرة راح للأوفر بوت أهو، هل ده البيك؟ تعرف منين البيك؟ هعرف البيك لو لقيت إن الأوفر، لو الاستوكاستيك الفاست لاين والسلو لاين نزلوا من ال 80، اعرف ان ده البيك وهنكمل هبوط تاني. تمام، زي ما عمل هنا، ده كان فتره ما بين الميد رينج والاوفر سولد وراح لل 80 ونزل، عرفت ان ده البيك. تمام، هنا نفس الكلام برضه، قولوا لي كده تمام الدنيا. دي بس الحاجتين اللي بستخدمهم في الاستوكاستيك، لو انا مش ولا في اتجاه ولا في اتجاه عرضي ما مش ببص عليه، ولو انا مش بص على الفيرمات الكبيره عشان ابص على حته الاتجاه والقاع والقمم برضو خلاص الاستوكاستيك وقتها مش هيكون مفيد بالنسبه لي، هتبقى مؤشرات تانية هي المفيد. تمام، لو حد عنده اي سؤال ممكن يبعت لي على التليجرام زي ما متعودين. اشوفكم على خير السيشن الجايه وشكرا ليكم.